السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله جينا نهضروا على كيفاش تسحب الاموال اللي عاونتك بها الدولة. كنهضر على الناس اللي صيفط كود ديال الراميد ديالهم ل 1212، او الناس اللي عندهم الراميد وصيفطوا الكود ديالهم باش تعاونهم الدولة في هذه الوضعية اللي كاينة دابا. المهم غدا ان شاء الله ولا 6 افريل غادي يتم السحب ديال الاموال. كيفاش غادي تسحبوها؟ هذا الشيء اللي غادي نوريكم في هذا الفيديو هذا. كنشكر الاخ مصطفى سوينكا حيت هو اللي ورانا هاد المعلومات وبغيت نبارطاجيهم معكم حتى نتوما. المهم اول حاجه غادي تجي غدا، غيجيك واحد الاس ام اس ولا ميساج، غيجيك فيه ثلاثه الحوايج. يجيك فيه شحال غادي تشد، والكود اللي غادي تدخل، والبنكه اللي غادي تمشي ليها، ولا لاجونس اللي غادي تخرج منها. المهم الدوله قسمت هاد الشيء على جوج الاقسام. الناس اللي غادي يمشي يخرجوا الفلوس ديالهم من الكيشي، يعني من الشباك الاوتوماتيكي ديال الابناك، والناس اللي غادي يمشي يخرجوهم من لي زاجونس ديال التيراج ديال الفلوس، يعني غادي بحال كاش بليس وفا كاش. المهم نهضروا دابا على الناس اللي غادي يخرجوا الفلوس من سميتو من الشباك الاوتوماتيكي. ملي غادي تمشي، ملي غادي تشوف الميساج غيصيفطوا لك فيه كيف ما قلت لكم شحال غادي تخرج، شحال ديال الفلوس اللي خرجت لك، والكود، واش من بنك غادي تمشي ليها. يعني الا قالوا لك سير السياج ما تمشيش انت للشعبي، غادي تمشي للسياج حيت لا باز دو دوني اللي فيها السميه ديالك ولي دوني ديالك داروها لك في السياج، يعني تمشي للسياج. الا مشيتي لشي بنك اخرى راه ما غادي تخرج والو. هذه وحده. ملي تمشي تما غادي دير في الكيشي، غادي دير سحب الاموال بدون بطاقه. ملي غادي ديرها غادي تدخل داك الكود اللي كيكون ما بين 6 الارقام حتى 12 رقم. غتدخل داك الكود، فاش غادي تدخلو غيقول لك عطينا واحد الكود بين اللي فيه 4 الارقام. هاد الكود بين هذا فين غادي تجيبوه؟ هو نمرة لاكارت ديالكم، دوك 4 الارقام الاخرين ديال لاكارت ديالكم، هذاك هو الكود بين. يعني عندكم بحال نقولوا ا 4 الصفرات، غادي تدخلوا دوك 4 الصفرات الاخرين، ما تدخلوش الاحرف، غتدخلوا غير الارقام. عندكم في لاكارت اكثر من 6 اكثر من 4 الارقام، يعني ا 6 صفرات، غير مثال 6 صفرات، كتدخلوا دوك 4 الارقام الاخرين، يعني تحسب 1 2 3 4 من الاخر وتدخلهم. يعني بحال نقولوا انا عندي ا 1 2 3 4 5 6، يعني نبدا من 3 4 5 6 4 الارقام وندخلهم. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم فلاكارت غير 3 الارقام ولا 2 ارقام، كديروا دوك 2 ارقام وكتزيدوا عليهم صفر. يعني كانوا عندكم 3 الارقام كتزيدوا صفر من بعدهم، كانوا 2 الارقام كتزيدوا 2 اصفار باش تكملوا 4 الارقام. بالنسبه للناس اللي غادي تجيهم البنك ديال القرض الفلاحي، ما غاديش تدخلوا النمره ديال لاكارت. يعني فاش يقول لكم عطونا الكود، ما غاديش تدخلوا النمره ديال لاكارت، غادي تدخلوا الكود، راه غيصيفطوه لكم في الميساج. يعني غيصيفطوا لكم في الميساج شحال غادي تشدوا الفلوس، واش من البنك، والكود ديال اللي غادي تدخلوا، والكود بين اللي غادي تدخلوا من بعد. يعني الميساج ديال القرض الفلاحي يكونوا فيه 4 المعلومات ماشي غير 3. وملي غادي تدخلوا هذا الكود غديروا تاكيد تخرج لكم الفلوس ديالكم، غادي تاخذوهم، غيجيكم واحد الميساج غيقولوا لكم باللي لقد توصلتم زعما خديتوا فلوسكم من الشباك الاوتوماتيكي. وهذه حاجه اخرى، ما تخلوش التليفون ديالكم عند شي واحد اخر، داك اللي صيفطتوا به، حيت هو فين غيجيكم، يقدر اي واحد يمشي يهز داك الكود ويمشي يخرج الفلوس الا كان عارف المعلومات ديالكم. يعني الناس اللي دفعوا لهذا الشيء يحتفظوا بالتليفون ديالهم حتى يخرجوا الامانه ديالهم. دابا تفهمنا على الناس اللي عندهم الشباك الاوتوماتيكي، عفوا يعني الناس اللي غيمشوا للكيشي يخرجوا. دابا ندوزوا للناس اللي غيمشوا للوكالات، الوكالات ديال السحب بحال كاش بليس، الشعبي كاش، وفا كاش. المهم هاد الوكالات اللي كيخرجوا منهم الناس الفلوس، غيعطوك في الميساج كيف ما قلت لكم، غيعطوك شحال غادي تخرج، والكود باش غادي تخرج، والوكاله اللي غادي تمشي لها. يعني الا قالوا لك سير كيف ما الاولى قالوا لك سير الشعبي كاش، ما تمشيش انت الوفا كاش ولا كاش بليس، يعني لاجونس اللي عطاوها لك غادي تمشي لها. غادي معك بطاقه التعريف الوطنيه وداك الميساج، داك الكود، غادي تعطيهم الكود، غادي تعطيهم الكود ولا كارت باش يتاكدوا انك راه انت اللي غادي تسحب الاموال ديالك. ومن الافضل دو معاكم ستيلو حيت غادي تسنوا بانكم خديتو الفلوس ديالكم، غادي تسنوا على واحد الورقه، ديك الورقه ملي كتشد الفلوس ولا كتصيفطها كتسني. من الاحسن دو معاكم ستيلو باش ما ت... باش يعني ما تف...
تفاداو العدوى ديال شي حاجه لا قدر الله. المهم نتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. وحاجه اخرى ان راه ماشي كلشي غادي يوصلوا الميساج غد. يعني ماشي كلشي المغرب كامل غادي يمشي يخرج في نفس النهار الفلوس ديالو. يعني داروا داكشي بمراحل بمراحل باش ما يكونش اكتضاد. داكشي علاش فرقوا الناس، كل واحد فرقوه لواحد البنك، ولا كل واحد فرقوه لواحد الوكاله ديال السحب. يعني الا ما جاكش الميساج غدا غير صبر، يقدر يجي غدا بعد غدا ولا 3 ايام 4 ايام غادي يجيك. المهم يديروا شويه بشويه باش ما يكونش اكتضاد. هذا ما كانوا بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي يقدروا يستافدوا من هذه المعلومات هادو. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين. تهلاو في راسكم.